الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا طريق الفيل من كتاب المصباح عن الحمامي، وهي رواية حفص عن عاصم من طريق كتاب المصباح الزاهر للإمام المبارك الشهرزوري رحمه الله تعالى، وهو طريق من طرق قصر المنفصل عن حفص عن عاصم الكوفي رحمهما الله تعالى. أولا، التكبير له وجهان: أولا، عدم التكبير مطلقا. اثنان، التكبير في أواخر سور الختم من سورة الشرح. اثنان، المد المتصل يمد بمقدار 4 حركات وصلة. ثلاثة، المد المنفصل يمد بمقدار 2 حركات وصلة. أربعة، النون الساكنة والتنوين مع اللام والراء يدغم بدون غنة، أي لا تغن عند اللام والراء. خمسة، والله يقبض ويبسط في سورة البقرة تقرأ بالصاد. ستة، وذلكم في الخلق بسطة تقرأ بالصاد. سبعة، أم هم المسيطرون تقرأ بالسين. ثمانية، لست عليهم بمسيطر سورة الغاشية تقرأ بالصاد. تسعة، الذكرين الله الآن جميعا هذه الكلمات تقرأ بإبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد بمقدار 6 حركات، هكذا: قل الذكرين عشرة، يلهث ذلك سورة الأعراف تقرأ بإدغام الثاء في الذال وصلا. 11، اركب معنا سورة هود عليه السلام تقرأ بإدغام الباء في الميم وصلا، هكذا: اركب معنا. 12، لا تأمنا تقرأ بالإشمام، هكذا: لا تأمنا، وهو إشمام الشفتين بضمهما قبل النطق بالنون المشددة. 13، عوج سورة الكهف مرقدنا بسورة ياسين تقرأان بالسكت وصلا. 14، مرق بران تقرأان بالسكت وصلة، هكذا: من راق بل ران، والسكت بدون تنفس. 15، العين في أول سورة مريم وسورة الشورى تقرأ بالمد 4 حركات، هكذا: كافها يا صاد هكذا. 16، فرق في سورة الشعراء تقرأ بتفخيم الراء، هكذا: فرق.
فكان كل فرق كالطود العظيم. السابع عشر: فما آتاني الله خير مما آتاكم، سورة النمل، تقرأ بحذف الياء وقفا، أي إذا وقفت على كلمة فما آتان تقرأ فما آتان في الوقف، في الوصل تقرأ فما آتاني الله. سلاسل بسورة الإنسان تقرأ وقفا بحذف الألف، هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. التاسع عشر: ضعف وضعفا سورة الروم تقرأان بفتح الضاد. العشرون: ياسين، وبسورة ياسين، ونون بسورة القلم، تقرآن بإظهار النون عند الواو وصلة، هكذا: ياسين والقرآن الحكيم. نون والقلم وما يسطرون. الإحدى والعشرون: الساكن قبل الهمز بأنواعه: الساكن المفصول، الساكن الموصول، التعريف شيء وشيئا، فهذا مما لا سكت له فيه على الساكن قبل الهمز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فهذا شرح لطريق من طرق قصر المنفصل عن حفص، وهو طريق المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، وصاحب هذا الكتاب الإمام المبارك أبو الكرم الشهرزوري رحمه الله تعالى. وهذا الطريق من طرق الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى.